أهلا بكم مشاهدينا في فقرة ضيف الغرفة. في عدد اليوم سنتناول طرق استغلال العطلة الصيفية، الاستثمار في الوقت والاستفادة من الفراغ الطويل، بما أنه كل التلاميذ الآن هم في عطلة. وتشاركني النقاش الأستاذة حميدة عمران الأخصائية النفسانية. صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح النور أخت زهراء، وصباح وشكرا على الاستضافة. العفو أستاذة عمران، التلاميذ الكل هم الآن في عطلة، يعني أول شيء يمكن التحدث عنه هو كيف نتعامل مع النتائج المدرسية؟ جيد، سؤال مهم جدا. النتائج المدرسية تبقى في المفهوم العام، يعني كأولياء الجزائريين أنه نتيجة محصلة للعمل السنوي، يعني في نهاية السنة، لكن في الحقيقة هي العلامات الأكاديمية هذه تبقى تقيم جانب من جوانب التعلم فقط وليست كل الجانب. إذن الأولياء لازم يعرفوا، لازم هما في الأصل لازم يعرفوا أن النتائج هذه الدراسية لا تساوي ابني، وإنما تقيم فقط بعض القدرات. على هذا نقول الأولياء أنه كي تحكم كشف النقاط ولا ما تشوش بليك أن وليدك فاشل وانا ناجح، بالعكس لازم تقيم نقاط الضعف ديالو كما نقاط القوة ديالو. نقاط القوة ديالو نديرو له استمرارية، ونقاط الضعف ديالو نخدم عليها، خاصة كما كتقول عندنا الإجازة الصيفية راهي طويلة إن شاء الله. وبالمقابل إذا احنا شفنا بليك النتائج الدراسية هي تساوي الابن، فإن هذا حيأثر علينا سواء على الإجازة الصيفية ولا حيأثر علينا على الدخول المدرسي القادم، وفي طريقة التعامل تاعنا مع الابن ككل. يعني في اللاوعي تاعنا مادام احنا رافضين النتيجة، في الواقع تاعنا حنولوا نتعاملوا بعنف وعدوانية وكراهية تجاه الأبناء، وهذا لما اللي نتمنى الأولياء يداركوا هذا الأخطاء وما يديروهمش. نعم، بما أنه التلاميذ كلهم أكملوا الفصل الدراسي الفصل الثالث، ربما هناك طريقة استثنائية للتعامل مع النقطة والمعدل. أكيد، قلت لك شحال مرة نقولوا بليك في الآونة الأخيرة وزارة التربية دارت لنا في الكشف النقاط تاع الابتدائي مثلا، قسمت لنا مثلا المعلومات اللي راهو يستقبلها الطفل، مثلا الهندسة تاع الفضاء وكامل هكذا. شغل من قبل حنا ما كانش عندنا تقييم، كنا نشوفوها فقط رياضيات، مثلا لغة كنا نشوفوها لغة كلية، لغة عربية وخلاص، لكن الآن كاين تفصيل. هنا إذا فهمنا الابن تاعنا ولا البنت تاعنا كما قلت لك من قبل بليك نقاط الضعف والقوه، هنا ما نشوفوش النقطه كنقطه، يعني انني قيمت ابني كليا، وانما هنا العكس، هنا نبدا نكتشف نقائص الابن ديالي ونداركها. بالمقابل هنا النقطة تولنا مؤشر يا إما لنقص ولا ضعف تاع التعلم، ولا في بعض الأحيان يكشف لنا صعوبات التعلم. يعني هنا يدخل من في التشخيص النفسي المعرفي للطفل. هنا بالمقابل الأولياء واش لازم يتعاملوا؟ يتعاملوا بالنقطة أنها هي مجرد نقاط فقط وليس تقييم كلي للقدرات العقلية تاع الابن، لأن في بعض الأحيان طيحوا في موضوع امتحان يقدر يجيب فيه الطفل نقطة عالية لأنه متمكن من هذا الموضوع فقط، لكن مواضيع أخرى راهو خارج عليهم كامل ما همش فاهمهم. النقطة أنا دائما نتمنى من الأولياء ما يحبوش الأبناء ديالهم حب ابتزازي، معناتها جيب لي نقطة مليحة نحبك، ما نحبكش باسكو ما جبتليش نقطة مليحة، واستعملت كلمة ما جبتليش، لأن الأولياء الكل ولاو يشوفوا بليك هو الابن تاعهم والابن تاعهم هو نقطة. إذا أنت ما جبت لي ما جبتش النقطة ما جبتليش، صافي مقابل أنا ما نعطيكش هذاك الحب المشروط اللي تفاهمنا عليه مسبقا. نعم أستاذة عمران، بين من يرى أن العطلة هي تحرر من الالتزامات، وآخرون يرونها تدارك للنقائص اللي تكون نقائص في بعض المواد اللي تكون على مدار العام وترفيه، يعني كيف نتصرف
في العطلة. صح، العطلة لو كان لاحظوا مليح أنها ما بقتش عطلة للأطفال فقط، حتى الأمهات والآباء اللي عايشين هذاك الضغط تاع السنة الدراسية هياخذوا عطلة، لكن حيلقوا روحهم في ضغط آخر واللي هو تواجد الأبناء 24 ساعة على 24 ساعة في البيت، اللي الشيء هو غير معتاد. يعني العادة هي أن الابن ينوض صباح يروح المدرسة، يقولوا لك خلاونا الكال من استعفاء، ومن بعد العشية يعاود يولي هذاك الضغط تاع الدراسة والجرية. إذا في العطلة الصيفية احنا كيفاش نتعاملوا معها؟ نتعاملوا معها على أساس أنها مدة زمنية تتيح لنا أننا نكتشف الأبناء ديالنا، ونكتشف في خلال هالتسعة أشهر تاع الدراسة وش اكتسبوا كسلوكات سيئة بغض النظر على الدراسة. في المدرسة رانا الابن ديالي راهو يخالط أطفال واحد أخرين من عائلات أخرى ومن ناس واحد أخرين في الطريق في الشارع، يعني راهو يكتسب سلوكيات كما يكتسب ربما مبادئ وقيم أخلاقية ربما أنا كأب ولا أم ما نيش متفقة معهم. مثلا ابن تاعي يجيب لي فكرة أنا في خلال سنة دراسية بليك أنا في الصيف نروح مع أصحابي نروح للبحر وهو مثلا قاصر، ولا نروح للصطاد، ولا نروح هادو شغل الأفكار ويجيبهم برا، حنا في العائلة ما ناش قابليني. العكس، في المدة هذه تاع 3 شهور تساعدنا بزاف بزاف باش نعدلوا السلوكات تاع الأبناء ديالنا، وحنا تاني كأولياء نعدلوا السلوك ديالنا تجاه الأبناء ديالنا. إذا هاد المدة تاع 3 شهور كافية باش نعودوا نبنوا علاقة جديدة، نغيروا الأفكار طريقة تفكير تاع الأبناء ديالنا، يأثروا فينا ونأثروا فيهم بطريقة إيجابية. نعودوا نرجعوا الأبناء ديالنا هذيك العلاقة تاع ما نقولكش أنا الصداقة المطلقة، وإنما هذاك الحيز تاع الحرية بين الأبناء والأولياء. أنا نروح للجانب النفسي أكثر منه من الجانب المادي، ما نقولكش نروحوا نحوسوا للبحر وكذا، لأنه هذايا تبقى هذا الأمر مفروغ منه وكأنه روتين. روتين ولا نقدر نقول لك تحكموا جانب مادي لكل واحد يشوف على حسب قدراته. بين قوسين أنا الأولياء كيسقسوني على العطلة مثلا، نقول لهم ما تقولونيش بليك الجانب المادي غير مهم، أكيد على بالنا بليك الجانب المادي ما نقدرش نهربوا منه، لكن حاليا احنا في بلادنا نقدروا نحوسوا بلا ما نخلصوا بزاف، باسكو احنا كاين بزاف اطفال يقولوا لك انا بابا ما يحبش يخرجني، يقول لي باسكو نصرف بزاف ما نقدرش، ماما ما تخرجنيش باسكو، لا كاين مثلا الحدائق العموميه هادو مالي ما تخلص والو. قول لهم ببساطه عيش الحياه ببساطه، تقدر تدي قاروره ماء بارد من البيت وزيد خبز وجبن ولا اي شيء عندك في البيت كنت ناوي تفطر به ولا تقدر تدي به الابناء. يعني هنايا الهدف من الخروج أنا نروح لجانب آخر اللي هو الجانب الاجتماعي الانفعالي العاطفي للطفل والأولياء، ماشي غير للطفل فقط، باسكو العطلة الصيفية أنا قلنا لجميع العائلة. نعم، لأنها هي اشتراك ما بين أفراد العائلة ككل. أكيد. نعم أستاذة عمران، خبراء في تربية الطفل يرون أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية مريحة هي الجمع بين الترفيه والتعليم وممارسة الأنشطة، ما تعقيبك على هذا الأمر؟ هذا أمر أكيد. في علوم التربية نتعلموا أن الطفل لو نعطوا له مساحة تاع الحوار أولا ومساحة تاع التبادل، الطفل هذا ما نخافوش عليه، لأنه حتى ولو جاب أفكار من برا ولا إحنا نصحوها له. بالمقابل كي يكون عندنا ترفيه في التربية السوية، الترفيه يكون دائما هادف، عندنا كفاءة تستهدف، عندنا كفاءة عقلية ونفسية تستهدف. مثلا هناك مناهج يروجوا لها بزاف الناس، مثلا أنا دائما نعود نولي المنهج الأول اللي نتعلموه في علم النفس هو منهج المونتيسوري مثلا، هو قديم وبالمقابل التطبيق دياله سهل جدا في البيت، ما يحتاجش إلى مثلا في الطفولة الأولى ولا الطفولة المبكرة، نخدمه بها عادي حتى في سن المراهقة. ولا عندنا كل في هذا المنهج يراعي كل فئة سنية معينة وش هي الأنشطة اللي نعطوهم. بالمقابل هذه الأنشطة هي نقدروا نديروها في البيت،
نعطيك مثال فقط، لو أن الأم دخلت المطبخ وراهي مثلا أي توجد في الخضار تنقي تطهو كامل، لو كان هي تعطي له مثلا الولد ولا الطفلة، لأن المطبخ ما راهوش حكر على الولد ولا الطفلة، هو الحمد لله هو مكان باش نتغدى به ونجيب الجسم السليم كامل. الطفل نقول له مثلا اعطيني جيب لي 5 كورجات ولا زروديه ولا باش انا شنو، تقول له افتح الفريجيدار، ديجا هنايا يتعلم الاوامر. شوفي الترفيه، الترفيه اللي كيكون هادف، باسكو كاين ترفيه ماشي هادف، سي كو انا نشعل مثلا التلفزيون ونحط وليدي للاغاني ويتبع بعد او فرحان، راهو هذاك غير هادف عنده حتى معنى، وانما هنايا تضبيط للجانب المعرفي تاع الطفل. اذا الطفل قادر باش يكون عنده معلومات اكثر وجانب معرفي متطور احنا رانا نثبطوه، لكن كي نديروا الممارسه ورانا نرفه مثلا، انا بعته يجيب لي من الثلاجه ويحط ويحسب، هنا رانا في الطفوله الاولى انا نعلمو له العد ونعلمو له الزائد والناقص ونعلمو له كل اشياء احنا رانا نوجدوا فيه، لكن هو الطفل الصغير كي ندخلوا في العالم تاع الكبار يعجبوا الحال. ايه مثلا زعما انا نغسلو في الصحون ولا او يلعب كيفاش نقولوا هذيك الماده تاع الغسيل الصحون او يغسل يشوف هذوك الفقاعات صحيتي منظف ولا سائل غسيل، سائل غسيل بارك الله فيك وفيك بركه. من بعد هو مثلا الام راهي دير حلويات ولا تعجن كيما نقولوا المطلوع ولا اي شيء، هذيك العجينه راهي طبيعيه في بلاصه ما نروح نشري له من برا، ولا يتعلم مثلا نعطي له في بلاصه الحلويات ما ندير الطابع نكتبوا حروف، احنا هادو في صعوبه التعلم نخدموا بها مثلا الحروف يكتبوا بالعجين هذاك وندخلوه للفرن ويطيب وناكلوا الحرف الف وباره ونرفه ورانا نلعبه. لكن هنا الوالدين كي تقول لهم شغل يشوفوها وانا يبدا يخلط لي وانا يوسخ لي وانا لا لا، حتى هذاك الوسخ اللي راكي تشوفيه وسخ يا ام هو ترفيه للابن وتعلم، من بعد حنعلموه باللي كينظف حيعلموه اي حاجه. لكن الاولياء المشكل تاعهم مع الزحمه تاع الحياه يولي يشوفوا كلش ما يقدروش يديروه، كلشي صعيب، لازم نجيبوا ماديات، لازم نشري له العاب، لازم الترفيه نروحوا مثلا نلعبوا، ما نقولوش باللي الصيف لازم كل واحد يروح للبحر ولا المسبح، ولا كاين ناس ما يقدروش لبعد المسافه لعدم وجود المسابح في المكان اللي يسكن فيه، ولا ما فيها والو، الانسان دار كما نقولوا حنايا حوض صغير اللي نغسلوا فيه الحوايج نديروا له الماء، وفي نفس الوقت نعطوا له أشياء ما نخلوش المهم يلعب فقط، يلعب ويتعلم، نعطوا له حوايج يتعلم فيهم يدرب فيهم. ترفيه تاني كي يكون عنده هدف، أنا كأم أنا نعطي له شيء ما، مثلا كما قلت لك مقبل البنت ديالي المشاريع المدرسية اللي خدموهم في المدرسة ما خدمتهمش مليح، يعني ما دات لهمش الجانب الجمالي تاعهم ولا ما طبقتش مليح في الصيف، هي تعاود تبني هذوك المشاريع هي تعلمت. مثلا درنا حبينا وليدنا ولا بنتنا يقراو، شفناهم باللي في القراءه هذه احنا شوفي راهو يقرا ويطالع وراهو يجوز وقت، لكن في ترفيه كذلك. علاش؟ باسكو كاين متعه، كاين نتعلموا فقط وكاين نتعلموا ونستمتعوا بالتعلم. كي يكون الطفل غير ملزم يشوفش كتاب المدرسي بليك هذاك القسم وهذيك نقعد ربع سوايع ولا، وانا الطفل هنايا نجيب له مثلا نص من القراءه اللي قراها سابقا ومثلا ما تقنهاش ولا ما فهمهاش، ندير له مثلا ندير له صوره طبق الاصل فوتوكوبي على الكتاب نعاود نجيبها له يقراه. احنا باشياء بسيطه ماشي لازم ماديات كبار، فهمتيني الاستاذه؟ اكيد أستاذة. وكيف يمكن للعطلة أن تساهم في بناء شخصية الطفل، يعني الطفل المتمدرس ربما شخصية سوية أم العكس؟ أكيد العطلة الصيفية فيها وقت كبير تاع فراغ، هذاك الفراغ الطفل العادي ولا غير عادي حيكون عندهم سمة مميزة اللي هي أن الفراغ يدينا للتفكير وكثرة التفكير. احنا حتى في الأمراض النفسية على بالنا بلي كاين ناس يطيحوا في أمراض نفسية من الفراغ، يعني إنسان غير مشغول التفكير الزائد هذا كيؤدي إلى أمراض نفسية، حتى الطفل الصغير يقدر يطيح فيها.
إذا باش حنا ما نطيحوش في شخصية غير ساوية مستقبلا، أوقات الفراغ بين قوسين حطلو تاني حرية في وقته. يعني ماشي غير حنا نسيره كأنه رجل آلي ولا إنسان عنده تيلي كوموند رانا نمشو فيه، لا. لكن بالمقابل حنا واش رانا نديرو؟ رانا نديرو أن الطفل أي شيء يديرو عنده هدف. مثلا في النهار وأنا قريب لي المسجد نبعته يقرأ في المسجد هكا مدرسة قرآنية. وعموما عموما الأطفال دوكا أغلبية الأطفال ما يكملوش، كاين بزاف معلمات في المدارس القرآنية يقولوا لي يدخلوا ويخرجوا بس كيماهم داتهم راحوا عند خوالهم. لا لا، كاين بزاف أطفال حتى ولو ما راحوش ما بدلوش المكان ما يكملوش، لأنه احنا زمان مثلا انا نشفع على روحي كي كنت نقرا في المسجد كان المسجد شغل تحسيله مختلف تماما على المدرسه، يعني كي تدخلي تدخلي عالم اخر، عالم منافسه، عالم دوكا تحسيلهم كانه اكاديمي. وعلاش؟ باسكو كاين زوج تاثيرات، المعلم راهو حاب الطفل يلحق يحفظ مثلا القران ولا يتعلم الاحكام ولا في اسرع مده. علاش؟ باسكو تحت الضغط، راهو تحت الضغط تاع الاولياء. الاولياء لازم كي ندخل الوليدي لازم تمتم يحفظ الأحكام تمتم هكذا، ما جابش نتيجة تذمر. الطفل هذا يولي يكره، كيفاش خرجت أنا من المدرسة لي 9 شهور وأنا محطوط في قسم ومغلوق عليا؟ نفس الشيء حتى في المدرسة القرآنية يهرب. هنا هذاك الهروب حيشكلنا في كوننا شخصيته القلق وكامل يتعلم شيء آخر بلي كي نبدأ ما نكملش. كي شايفة بليك الفراغ أيضا كي يكون الطفل ديالي نخليه في الفراغ فقط يولي يخمم في أشياء. لو كانت لاحظي كاين أطفال يقولوا لك بلي كانت تخليني يما 5 دقائق نشعل النار، يما تخليني 5 دقائق مع راسي برك نكسر لها حاجة ولا نضرب خويا. بمعنى التأثير ديالنا لازم نعرفوا الأبناء ديالنا الميولات ديالهم. إذا كان ابني ميل الأشياء العنيفة ما نخليلوش الوقت، لازم نشغلو نشغلو، روح دي هادي شري هادي روح منا جي منا باش يخرج لنا الطفل سوي. نعم. أستاذة عمران، بما أننا نتحدث عن الفراغ الذي يعيشه بعض الأطفال في العطلة، هناك من يقضي كثير من الأطفال يعني يقضون الأطفال في يعني كيف في هدر الوقت وحتى تخلص من الالتزامات، يعني هل هذا الأمر يحقق متعة وإيجابية للطفل؟ شوفي، لو كان نشوفوا الطفل أي حاجة بعيدة على القوانين يستمتع بها. الطفل هو هكا مخدوم. الطفل في السنوات الأولى ديالو ما عندوش اختيارات، وإنما ما نقولكش يحب، وإنما يشعر بالمتعة كي يصيب روحه حر طليق. ما كاش قيود اللي نقول له حط ما تمسش ما تديرش هكذا. اذا هذا الطفل هذا كما قلتي لي اذا هدرنا في الالتزامات هذوما وبالغنا بليك ما راحناش فيه وما كاش معليش يرقد حتى وين يشبع ولا كي نعاودوا نولوا لسن معينه دوكا رانا قادرين نتحكموا فيه، لكن كي يلحق سن معينه مراهق ولا حيتمرد علينا لانه والف هذاك النمط حتى المدرسه يولي ما يحبش يروح ليها. في الصيف ماشي معناتها رانا حرين، معناتها ما عندناش قانون وبرنامج نطبقوه. عندنا برنامج، كاين امهات تقول لك انا باش ما يهبلونيش نخليهم يسهروا و باسكو سخانه ومن بعد في النهار يرقدوا. هذا خطأ، لان الساعه البيولوجيه تاعنا ما تقبلش هذا الشيء، وانما تشوفي بعد ايام الطفل ديالك يولي متوتر جدا غضوب يولي يتمرد على اي حاجه، لان النوم كي نقلبه هذا حيأثر فينا. ثاني حاجه كاين مواقيت الاكل، مثلا ياكل وقت ما حب، يرقد وقت ما حب، ينوض وقت ما حب. هنا من بعد تقول لك الام ولا الاب يقولوا لك باسكو لي فاكونس. خطا. احنا اذا تعلمنا، لانه احنا واش رانا نوجدوا هذا الطفل ولا الابن ولا حتى العمال، احنا كي نخدموا بعد ندوا عطله ما نرقدوش حتى وين وقت اللي حبينا، لانه رانا نبدلو. صح الانسان يدي وقت تاع قيلوله، هو موالف ما كاش قيلوله لازم يدي شويه قيلوله. مثلا موالف ينوض على 4 تاع الصباح في لي فاكونس ينوض على 8 ولا باش يريح، لكن بسبب العطله الصيفيه نقول بلي سخانه
ومعنتها ما نرقدش ونسهر وندير هذا تاني، بقينا رمينا الالتزامات ديالنا تجاه الصحة الجسدية والنفسية ديالنا. نعم، ربما تنصحين أو يجب استغلال الفراغ الطويل لطفل الطفلة التلميذ خلال العطلة. أكيد ننصحهم بذلك. ونقول لكم حاجة، في القديم كنا حنايا قبل ما يبان الإكس بوكس والألعاب الإلكترونية ولا كنا حنا تاني كنا نلعبوا، ماشي غير حتى لدوك. المغريات موجودة في كل زمان وفي كل مكان على حساب الوقت هكذا. لكن الشيء المميز في الإنسانية كامل هو العمل يداوي. الإنسان يدور يعود يولي الأعمال اليدوية. لذا لو كان أنا الأمهات يطرحوا لي سؤال وش يديروا في الفاكونس ولادي، نقولهم أول حاجة القصص هنا نعود نولو لهم نقرأ قصص مع الأبناء ديالنا باش يحسوا بالحلاوة وحدهم يعودوا ينجذبوا إلى المطالعة، وما نحسس لهمش بليك هذا واجب عليهم وإنما هو متعة. ثانيا نعاود نولوا الاعمال يدويه كما قلت لك مقبل العجينه وكامل. كاين ثاني اشغال يدويه بالاوراق. نعم. كاين اشغال يدويه مثلا البنات عقاش وكامل، حتى الاولاد داروا مشاريع. انا نعرف دراري صغار داروا مشاريع، يشري العقاش يدير كما نقولوا اصاور ويدير ويبيعهم. هنايا يبدا يتعلم مفهوم التجاره والمسؤوليه وكامل. لكن دائما بين قوسين يقع تحت اطار ومراقبه الاولياء. نعلموا ثاني الابناء انهم يشاركوا في الاعمال المنزليه، يشاركوا في المسؤوليات، يشاركوا يتعلم فرصه باش يتعلم الترتيب، يرتب حوايجه، يرتب الفراش ديالو. نعاودوا نولوا المسؤوليات اللي تخلى عليهم فتره في الدراسه مثلا. نعم استاذه عمران، ربما ممارسه الانشطه التربويه في العطله هل لها تاثير تربوي على الطفل؟ يعني ما هي اسهامات هذه الانشطه التربويه للطفل؟ أكيد عندها إسهامات كبيرة. لو كان الطفل مثلا، نعطيكم فقط يعني الأمهات يفهمونا مليح، لو كان مثلا نخدم أنشطة يدوية مع الأبناء ديالي حيتعلم الحوار، حيتعلم أشياء هو حيطبقها حتى مستقبلا في الدراسة دياله. نعطيك مثال فقط بسيط، لو كان زعما نروحوا بعض التخصصات في الجامعة، كاين أطفال ما نقولوش أطفال نقولوا طلبة، يقولوا لك حنا هاد الحاجة هادي كنا نستهزاو بها كي كنا صغار، دوكا رانا طحنا نديروها. مثلا زعما طلبه تاع الكيمياء مثلا يقول لك نخلط انا، مثال بسيط يعني، نخلط انا بيكربونات مع الخل ونشوفوا كيفاش يتفور وكيفاش التفاعل. هذاك احنا زمان كنا نديروهم هاد التجارب، هادوما ينمو مهارات، ينمونا مهاره الملاحظه، ينمونا اشياء قدرات ديالك اللي عطاهم لك ربي راك تزيدي تطوريهم. المهارات اللي تكتسبيهم في الـ في الـ في الـ في الحياه اليوميه حتلقايهم مستقبلا وحتلقايهم يعاونوك كثيرا. مثلا الرسم كاين بزاف اطفال وبنات يستهزاو بهم، بين قوسين الرسم هذوما الاشياء المحفوظات كامل انا ما نشوفهمش نقطه تقييميه لانها تبقى هذوما اذواق ومواهب تاع الاطفال. لكن لو كان نديروه لهم خارج النقاط مثلا ما نشوفهمش كنقطه وانما كموهبه، هذوما حيعاونونا مثلا يقراو الهندسه يرسموا بزاف ويخدموا بيديهم بزاف. مثلا يقراو الطب لو كان يقعدوا في الدار مثلا الام خدات الدجاجه فقط وراهي تنقي فيها راهي يتعلم الاعضاء تاع الدجاجه وكذا وكيفاش الاطراف ديالها وكيفاش مخدومين، هادو ما تاني ينمو معرف تاع الطفل. تلقاي كاين اطفال الله يبارك تلقايهم مثقفين لانهم فقط في العطله الصيفيه ديالهم 3 شهور تلقايه داخل مع يماه في الكوزينه، داخل مع باباه في الميكانيك، تلقايه يعني لقى الاساس كامل. نعاودوا نولوا هي هذيك سعه الخاطر تاع الوالدين كيفاش يتعاملوا مع الابناء. بالمقابل كذلك اصحاب صعوبات التعلم هما الاساس كامل، باسكو هما اللي يروحوا ضحايا في النقاط ويروحوا ضحايا في التعليم ويروحوا في كلش. علاه؟ باسكو ما نفهموهمش، نقولوا ما يحبش يقرا. الطفل تاع صعوبات التعلم لو كان نمو فيه الجانب مثلا تاع الملاحظه، تركيز، انتباه، نلعبوا معاهم الالغاز، نلعبوا معاهم مثلا بنت ولد هادي راكي تشوفي رانا ندو وقت، لكن رانا اولا انا يتعلم معلومات في الجغرافيا في التاريخ
في في الزراعه في اي حاجه، خضر فواكه في الاسماء كامل. الطفل هذا رانا نعطوا له رصيد لغوي اللي يقدر يخدم به، نديروا مثلا الكتابه وفي تعليم الخط ايضا. نعم، ربما نخصص حصه اخرى لاطفال صعوبات التعلم حتى نعلمهم كيف يستثمرون في الوقت وقت العطله الصيفيه. شكرا لك الاستاذه حميده عملان الاخصائيه النفسانيه على كل هذه النصائح التي قدمتها. شكرا لك. العفو. مشاهدينا، الى هنا ينتهي موعدي معكم مع فقره ضيف الغرفه. نلتقي بعد الفاصل.